يصرف تومين وياخد كل شهر كيلو لحمه. بتاع التومين بيديله ورقه يقول له روح للجزار الفلاني اديك كيلو لحمه. مش مصدق انت يا ابني من اول ما البطاقه ما طلعت والله العظيم وانت نايم متشخر تروح تاخد التومين ببلاش وتروح تعرفش اللي ليك واللي عليك. انت معاك بطاقه عيش صح؟ بتروح مثلا خدت النهارده كام رغيف؟ تاخد كام رغيف؟ 20 رغيف؟ النهارده هتجيب عيش بكره هتجيب؟ عندكوا عيش ها؟ دي النقط دي بتتحسب لك بتتشال بتقول بتاع الفرن تقول انا ما خدتش امبارح على اول ما قالي اسبوع ما خدتش عيش بيدي لك نقاط. النقاط دي انت بتجمعها ها؟ وبتاخدها تومين. طب انت ماشي واخدش اول الشهر ده اللي ما خلصت ده اوله هو بكلمك كلام مظبوط. ماما قالت بطاطس وقالت سمك وقالت مش عارف ايه وبقى مثلا ايه شويه زيت بكبهم بقول لك لا الزيت ده يرجع الازازه تاني املى ازازه زيت مقلي بيها اي بلا ازرق ها وروح لبتاع التومين ادي لك واحده جديده. ليه؟ مش مصدقني بقول لك الزيت القديم ده دخلوه في مشتقات البترول يعني محدش يرميه. مش مصدق انت والله. ولو تديها له مش عايز ازازه زيت قصادها تاخد اي منتج. يا ابني بكلمكم المصلحه وديكوا كيلو لحمه في الشهر كل اخر شهر ليكوا كيلو لحمه لان كل نفر ليه 15 جنيه. يعني اخويا ده غير البشريه هتكلم من دماغه ومن قايله في التلفزيون لسه شهر 11 اللي فات قال لك من اول شهر 12 القرار الجديد اي حد بيقلي بزيت او بتاع ما يرميش الزيت عشان هيدخل من مشتقات البترول. ايه اللي قال كذا 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 الزيت يتعبى تاني في الازازه ويروح لبتاع التومين ياخد يديها له وياخد واحده نظيفه مش عايز زيت تاني ياخد اي منتج تاني. وبتاع التومين ياخد ازازه الزيت بيعبيها بقى في صناديق ازايز بيعبيها في صناديق ولما يجوا يستلموها منهم ياخد ربع جنيه على كل ازازه. شوف كم قرش.